فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس الآن يهجر إخوانه ويبدعهم على صلاة التهجد والزيادة على 11 ركعة، فهل موقفهم صحيح؟ هذا جهل، هذا يجهل. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل وقال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد عددا معينا. نعم، كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن ما هي صفة صلاة الرسول في التهجد؟ ما تطيقونها، لا أنتم ولا أنا ولا أحد، ما يطيق صلاة الرسول في الليل أحد. حتى حذيفة صلى معه وهم بالجلوس لطول صلاته صلى الله عليه وسلم، قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام. بعض الناس يقول الرسول ما زاد على 11، نعم صل مثل صلاة الرسول ولا يخالف، أما أنك تأخذ العدد وتنقر الصلاة بربع ساعة أو 5 دقائق وتقول هذا فعل الرسول، ما هو هذا فعل الرسول. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن نطيق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نقتدي به بحسب استطاعتنا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.